بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا اللقاء الخاص الذي تنفرد به قناه عمان الرياضيه مع رئيس الاتحاد الدولي للصحافه الرياضيه الاستاذ جاني ميرلو من هنا من العاصمه الاماراتيه ابو ظبي. في البدايه مستر بريزيدنت، وي وود لايك تو ويلكم يو اون عمان سبورت تي في. I'm very glad to be here. Thank you so much. So first of all, how do you see the media coverage generally for the competition? And we are in the second day of the AFC Cup. But then the coverage is quite good because there are around 2,000. التغطية الإعلامية مميزة. هناك حوالي 2000 إعلامي يتواجدون هنا، وهو عدد كبير. هذا نجاح كبير للدولة لأن المباريات تتوزع في أكثر من مكان. ورغم ذلك فإن العمل يسير بشكل جيد، وهذا شيء مهم. بإمكان الجميع أن يطور عمله ويبتعد عن الطرق الصعبة. ونحن ما زلنا في البداية، وكل الظروف في الملاعب مهيئة بشكل جيد للعمل. إذا كانت البداية جيدة فإن النهاية بعد ذلك ستكون جيدة. My colleague said there was no problem at all. So I think that if the beginning is okay, also the rest after will be okay. Yeah, we hope so. Anyway, now for AIPS, you are available here, the president of AIPS. Such competitions, what does it mean to the journalist? I mean, what value it may add to his experience, let's say? First are very important because it's also a big occasion in which the journalists of different countries. تواجدنا هنا مهم جدا، لأن هذا حدث كبير يجتمع فيه الصحفيون من دول مختلفة ويتبادلون الآراء، خاصة وأن العالم في عصر السرعة، وبالتالي من المهم جدا أن نجتمع ونتناقش ونبحث عن الحلول للمشكلات التي تقف أمامنا الآن، لأن مهنتنا تتطور بشكل سريع جدا، وبالتالي من المهم أن نتشارك خبراتنا في بعض الأحيان لإيجاد الحلول المناسبة في مثل هذا الحدث المهم بالنسبة لنا، لأنه يضيف لنا ثقافة مختلفة، خبرات مختلفة، وبالتالي نتشارك سويا هذه الخبرات. Best thing is to share together after the experience. I think that is a very important cultural moment. Very good. Okay. Now we hear a lot about people talking about the new media or the social media. You think that it has affected negatively the newspaper, the written ones? I think that it has affected negatively for the level of the culture. Mm-hmm. Because people now. الإعلام الجديد قد يؤثر سلبا على مستوى الثقافة، لأن الناس الآن لا يحاولون التعلم أكثر، لأنهم يعتقدون أنهم يعرفون كل شيء، يستلمون الكثير من الأخبار عبر وسائل التواصل. وفي هذا الوقت يمكننا أن نستثمر ذلك لإرسال بعض المعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والبعض الآخر عبر وسائل الإعلام التقليدية، وبالتالي نمزج بينهما، لأن وسائل التواصل أصبحت مهمة الآن. ولكن في نفس الوقت يجب أن لا ننسى ما هي واجباتنا في التعلم كل يوم، ولا يمكن أن نعتمد على الصحف الإلكترونية فقط، لأننا يجب أن نعطي أهمية لكل أنواع المتلقين، وهذا شيء مهم. Do you think that media can play a very big role on supporting their teams? For example, can they support a team to reach a very high level in the competition, to win the competition? And in the other hand, can media affect their teams or the opponent teams negatively by a way or another? But there are a lot of discussion about this because, هناك الكثير من النقاش حول ذلك. أنت تعلم أن الصحافة والتلفزيون خاصة يمكنها أن تخلق الكثير من التأثير على المجتمع المحيط، وبالتالي لا بد أن نتوخى الدقة فيما يمكن أن نكتبه. فمثلا إذا كنت أنا هنا، لا يمكنني أن أذهب لتعليم المدرب ليبي كيفية وضع خططه، واجبي أن أشاهد وأستمع، وبعض الأحيان أبدي رأيي، وبالتالي لكل عمل ضوابط، لكن البعض لا يعمل بها.
لكن يجب أن نعلم أنه بإمكان الصحافة الرياضية أن تفسد كثيرا من الأشياء لعدم مطابقة أخبارها للواقع، وإذا تركنا المجال لذلك فإن الناس سيفهمون ويتركون الرياضة، لأنه إذا هدمت الرياضة فإنك لن تهدمها وحدها فقط، وإنما ستهدم جزءا مهما من العالم. هناك الكثير من الناس يعملون بالرياضة ويعتمدون عليها في حياتهم، وعلى ذلك علينا أن نعمل بشكل جيد، لأن ذلك هو الطريق الوحيد لنحافظ على عملنا. We'll understand that a match is not true. They will leave sport. Very good. Finally, regarding the AFC Cup, which teams you think that they can go, to the final or to compete for the cup? In the Gulf or? Here, AFC Cup. For the Gulf team, it's tough. المنتخبات الخليجية أصبحت قوية، وخاصة المنتخب السعودي، ولكن كل شيء سيعتمد على ما يحدث في المباريات. أعتقد أن الأفضل دائما أستراليا واليابان، وكوريا كذلك قادمة، وبعد ذلك ربما السعودية. سنشاهد المباريات الأولى. شاهدنا مباراة الافتتاح بين الإمارات والبحرين، كنا نعتقد أنها ستكون سهلة على الإمارات، لكنها عانت كثيرا بعد ذلك. المباريات الافتتاح هي دائما ما تكون صعبة لجميع الفرق، لأنها تعتبر بداية الدخول إلى أجواء البطولة. ربما بعد الدور الأول قد نفهم من هو الجاد في الذهاب إلى أدوار متقدمة. The first matches are always very difficult for each team, because they have to begin to enter in the mentality and so on. So I think that only after the first round we can understand who really can go on the top. Very good. Thank you so much, Mr. Gianni Merlo. It was glad to have you with us on Oman Sport TV. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. إذن مشاهدينا الكرام، هكذا كان اللقاء الخاص الذي انفردت به قناة عمان الرياضية مع رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية الأستاذ جاني ميرلو، وستكون لنا إن شاء الله في قادم الأيام أيضا وقفات مع ضيوف هامين وبارزين في نهايات كأس آسيا.